السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. وأخيرا أخيرا جيتكم، نساء ورجال، عيالات ورجال، كيف كنقولوا نساء ورجال، عيالات ورجال. وصفة البنات فاجأتني، وصفة عجيبة، وصفة يا غيانا دير، اللي أنا شفتها في القنوات ولكن ما عملتهاش كيف كيعملوها في القنوات. عملتها على طريقتي أنايا، قلت عطاتني نتيجة مقسمها معاكم، ما عطاتنيش نتيجة مشتوني مشتكم. بديت هاد الوصفة بتجربة في الحجبان ديولي، عندي الحجبان ديولي يعني خففوا لي من هنايا، ملي كان ماكي وكان سالي كنعمر هاد البلايص اللي هما يخفف، كنعمرهم بالماسكارا بريسيل، كنقبض داك الماسكارا وكان ندوز شويه هنايا، صافي كيعمروا ليا هاد البلايص اللي خواو ليا. الوغ ملي بغيت هاد الوصفه، ملي بغيت نشوف واش كتعطي نتيجه بالطريقه ديالتي انايا كيفاش عملتها، في الليل حطيتها حدايا بحال هاد القريعات، عملتها وحطيتها حدايا في الليل ملي كنحيد المكياج ديالي وكنغسل وجهي وكنمشي للبيت النعاس ديالي، حتى كنقرب من النعس وكنغطس صبعي في داك الطويصه وكنعملها على حجباني. ثلاثه ديال المرات البنات عملتها، تيقوا بيا صدقوني، ثلاثه ديال المرات حجباني طوالوا ليا وعمروا ليا، واضطريت ناخذ المقص ونقص منهم واحد شويه. عاد باش غنمشي نصوب حجباني خليتهم هكا باش تشوفوا لا فيديو. فوالا. من بعد دزت لشعري، عملتها جوج ديال الاسابيع لشعري، ماشي جوج ديال الاسابيع، يعني انا الاسبوع كله خدامه، عملتها السبت وبت بها وضليت بها الحد، وعملتها السبت اللي جاي من بعده وبت بها وضليت بها الاحد، يعني في 15 يوم عملتها جوج ديال المرات، عطاتني نتيجه عجيبه. هاد الوصفه كان نوجهها للناس اللي عندهم تساقط الشعر، من ناحيه مشكل، من ناحيه خدمه خرجوا منها، من ناحيه طلاق، من ناحيه العصب، من ناحيه دواخ ضوء، ماشي كنوجهها للناس اللي عندهم تساقط الشعر وراثي، كنوجهها للناس اللي عندهم تساقط، كان عندهم الشعر ديالهم ومن يعني من يوم وليله بداو كيلقاوه في المخده، كيلقاوه في البروسه، كيلقاوه في الحمام اللي كياخذوا الدوش ديالهم ولا الحمام ديالهم. اما الناس اللي عندهم تساقط الشعر وراثي جربوها، علاش لا؟ قال لك اللي يسقاك بالمغرفه يسقينا بالمعلقه، الا بغالك الله علاش لا. من الناس اللي عندهم تساقط الشعر هكذا صدمه، هاد الوصفه كنقول لكم اختها ما كنظنش كاينه. ملي كنبغي نقاسم معكم شي حاجه البنات تنجربها، جربتها في حجباني وجربتها في واحد الصديق عندي ما عندوش اللحيه كتنوض ليه مزيانه، يعني اللحيه كتنوض ليه وكاينين دوك التقابي خفاف، كاينين شي بلايص اللي فيهم داك اللحيه ما كتنوضش مقاده. قال لي ثلاثه ديال الاسابيع نضت له اللحيه ديالو، قال لي ودابا كيعمل فيها على شعره. لهذا جيت كنقول لكم الا كان الامر كيهمكم وكيعنيكم خليوا لي تعليقات وخليوا لي دي كومونتير. حليمه تكلمي لينا على الوصفه ونعمل معكم لايف، ولا نعمل لكم فيديو في اليوتيوب ونحطه لكم ونقول لكم الوصفه اشنو كنعمل فيها والطريقه ديالي، باش انا شفتها في القنوات وما كنتش راضيه عليها وخديتها وعملتها بالطريقه ديالتي انايا، وما تكلمت لكم عليها حتى جربتها وعرفتها بما ناجحه 100%. اللي كيعنيه الامر يخلي ليا كيف قلت لكم دي كومونتير، وعلى حسب التعليقات ديالكم البنات، على حساب يعني حليمه خلي لينا هاد الوصفه، على حساب شحال ديال الناس غادي يطلبوا مني هاد الوصفه، عاد باش نقاسمها معاكم. على ود انا هاد الوصفه يمكن ليا نوجهها لدي سونتر اللي هما يقدو يخرجوا من هادي برودوي ويبيعوها. انا كنطلب اولا
لي زابوني ديالي والناس اللي غادي ينضموا القناة ديالي، تخليوا ليا في التعليقات ديالكم واش هاد الوصفة كتهمكم ولا لا. كاينين شي ناس اللي من عائلتي هاد الوصفة كتهمهم، ولكن قلت انا حتى نجربها ونكون متأكدة منها عاد باش نتكلم لكم عليها. ما عليكم، غير تخليو ليا دي كومونتير حليمة هاد الوصفة بغيناها تكلمي لينا عليها، وضموا القناة ديالي، عملوا جيم، واللي كنطلب منكم كنطلبوا منكم وهو لو بارطاج في اي فيديو كتكون محطوطة نجاح ولا شي حاجه باغا توصل ما على الرسول الا البلاغ، كتديو الاجر بحالي. عملوا لو بارطاج لو بارطاج لو بارطاج، هو اللي كيجعل الناس غادي يعرفوا هاد الوصفه، اللي منهم ناس كنعرفهم عندهم الشعر ديالهم اللي كيدوزوا من حدايا كيبانوا ليا دوك البصيلات مساكن ومجبدين دوك الزغيبات هكذا، الوصفه غادا تكون كتهمكم. أتمنى يعني مناسبة الأبسط أتمنى، ولكن النتيجة ما نقولش لكم عليها. أنا في الأول عملتها ضحك وقلت غنجربها في حجباني، ملي عطاتني نتيجة دزت لشعري، ملي شفت بين ما كانش يعني لالتهم هاد الوصفه، عيطت لواحد صديقي وقلت له عندك مشكل في اللحيه ديالك، تجرب ليا واحد الوصفه. قال لي غير ما تطيحش ليا دوك الزغيبات اللي باقيين. قلت له لا، انا جربتها في حجباني وجربتها في شعري، وبغيت نزيد نتاكد باش نقاسمها مع الناس اللي مضمين للقناه ديالي. فوالا البنات، فوالا الرجال، فوالا النساء، خليو ليا في التعليقات ديالكم بما هاد الوصفه كتهمكم باش نقاسمها معكم. وانتوما ما عليكم غير لو بارطاج باش توصل لواحد العدد كبير ديال الناس. جو فوز امبراس توس، وكنقول لكم على بروشان فيديو على حسب التعليقات ديالكم غادي نوجد لهاد الوصفه وغادي نقاسمها معكم، والاجر ليا وليكم. و بارطاج لو بارطاج لو بارطاج البنات، هذا هو الهدف ديال اي حاجه بغيناها توصل للناس اللي ما عندهمش الاثمنه، وحتى الناس اللي عندهم الفلوس ما وصلوش للشعر ينوض ليهم لا في شعرهم ولا في اللحيه ديالهم ولا في الحجبان ديالهم. سانسيرمون هاد الوصفه ما سوربري، ولكن ما نقولش لكم وصفه سحريه، هاد الكلمه ديال سحريه ما كتعجبنيش، على ود تقدر توافقني انا وما توافقكش نتايا. فوالا لا بروشان فوا جاتون التعليقات ديالكم لي كومونتير ديالكم، وانا تحت اشارتكم. السلام عليكم.